FM. الكلمة ليك. ضيفنا في الانترفيو دو جور ناصر حيدوسي بريزيدون اكزابايت ورئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة. مرحبا بك صباح الخير. مرحبا بك يعيشك. شو حوالك لاباس؟ الحمد لله. مبروك عليكم ساعة التصنيف تاع الغرفة. شريك مميز للولايات المتحدة الأمريكية. يعيشك. بصح حبيت نبدا بخبر باهي. اي قلنا الكهرباء سمعته. ايوه اليوم يخلط الحمامات اول فوج من توريست من لونجلتير. مرحبا. اليوم يخلطوا لنا 400 عبد وهذا بعد اللي التصنيف نتاعنا تبدل مع انجلترا، معناها ما عادش تونس ديستيناسيون ريسك. وتوماس كوك معناتها ولات راضي علينا. اكزاكتومون. دونك هذم جابوهم توماس كوك اليوم 400 وغدوه يخلطوا 200 جدد. دونك نبداو النهار افيك اون نوت تري بوزيتيف للتوريزم في Good morning Tunisia. نجم نقولوا exactly. Welcome to Tunisia. ونذكر اللي وزير الأمن البريطاني كان عمل زيارة في الحمامات وقابل الوتلة وقابل الوكالات الأسفار وحب يطمن على معناتها ظروف استقبال البريطانيين في تونس، وهذه مؤشر باهي وفاتحة نفتتحوا الموسم نتاعنا تقول انت السياحي بمؤشرات إيجابية. نرجعوا للغرفة التونسية الأمريكية للتجارة. احنا شريك مميز. احنا تونس في 2015 ولات شريك مميز بالنسبه لامريكا، وهذا مهم ياسر على خاطر يدعم برشا العلاقات التونسيه الامريكيه، احنا في حاجه لها. بعدها ولينا ممبر من حرف الاطلس اللي مكن امريكا باش تعاوننا في المجال العسكري برشا، وهذا زاد عاوننا باش نقترضوا على السوق الخارجيه بضمانات بنكية أمريكية. ماك تعرف احنا كل عام عنا عجز في الميزانية متاع الدولة وبارتي من الفلوس هذه نقترضوا على السوق العالمية، وهذا عاون برشا البنك سنترال باش تقترض افيك ان تو تري ريدوي. فما حلول معناتها بديلة على ما نشوفوا فيه الايامات معناتها من تصنيفات ومن مشاكل مع الاتحاد الاوروبي ومعناتها تشويه لسوق تونس اقتصاديا وفي الاستثمار، معناتها فما حلول بديله نجموا ننقذوا بها تونس اليوم. شوف اليوم ما عندناش اون با لو شوا كو دو بروسبيكتي دوتر مارشي. اليوم السوق الأوروبية تمشي لو موتور دو كرواسونس أوروبيان يمشي وينقص. واحنا شنو نصدروا في تونس؟ احنا عندنا شوية زيت زيتونة، عندنا دقلة قوارص، شوية دقلة، عندنا أن بو دو فوسفات، وعندنا شوية تكستيل، وعندنا دو سيرفيس. باهي شوية سيرفيس مش برشا تسالش. احنا كي ناخذوا غيان كو ليكزامبل نتاع زيت زيتونة السنة عندنا 280 ألف تورناتا. باش نتهلكوا مش نستهلكوا 80,000 تورناتا ويقعدونا 200,000 تورناتا باش نبيعوهم بارابور العمليه، ولهذا مرتين ونص. السوق الاوروبيه وحدها هي نو بورا با ابسوربي هذا الكل. دونك اوني دون لوبليغاسيون باش نمشيو نشوفوا اسواق اخرى. حتى هي تفركس على اسواق اخرى راهو باش نبداو واضحين زاد. صحيح. زيارات برشا لافريقيا متكرره ولات السوق الاوروبيه ومنتجاتها تحب توزعهم اكثر معناتها على مناطق اخرى ماهيش تقول انت مستغله مليح. صحيح. أي. صحيح. ومنها جات السوق الامريكيه. انا مش نذكر بالغرفه وفات الغرفه اش تعمل. الغرفه ساعه كانت عام 89 معناها تبارك الله عندها 29 سنه وخدمتها بالاساس تعمل ثلاثه حاجات. اول حاجه ساعه نعاونوا الشركات التونسيه اللي تحب تبيع في امريكا باش تمشي للسوق هذه. نعاونوا الشركات الامريكيه اللي تحب تجي لتونس باش تجي وتبيع في تونس. نشجعوا الاستثمار ونعملوا اللوبينغ، معناها مره في العام احنا عندنا حاجه نسميوها ذا دور نوك ميشن، لا ميشن باش ندقوا على البيبان. شنو هو هذه؟ هذه عندنا اصحاب تونس اللي هما في واشنطن من لي دو بارتي ريبوبليكان، اصدقاء تونس اي لو كون ديموكرات، نمشيو نذكروهم مره في العام اللي ثم بلاد صغيره اسمها تونس اللي نوفلمون في بارتي دو كلوب دي بي ديموكراتيك، يون نسي دو فير لو لوبي نيسيسير باش ناخذوا لعانات باش تونس تقعد ديما في الـ في الـ
في المخاخ نتاع صانع القرار في امريكا. معناتها اللوبيينغ هو نحكيو على الغوفيرنونس مودرن اليوم البازي على لي غولاسيون على العلاقات على الناس اللي عندها علاقه بتونس واللي تحب تونس هذيك كيف لتونس ممكن اعطاتها شويه معناتها للشخصيات هذه في العالم. احنا عندنا لا شونس كبيره اللي بلادنا اللي عندنا ثما برشا توانسه رجال ونساء يعيشوا برا. عندنا دياسبورا تبارك الله عليها كل البلاد يخدموها نساها ورجالها. وثم رجال ونساء تونس في امريكا اللي يعاونوا قاعدوا برشا يعاونوا في تونس. وثم حتى الجاليه اليهوديه اللي في تونس اللي في امريكا اللي تلقاهم تولدوا في نابلس تولدوا في اما قاعد عندهم حنين لتونس. وهذوكم كون لو فيو با اليوم عندهم ان بوا سور لو بوفوار بوليتيك في امريكا. هذوكم زاد قاعدوا يعاونوا في تونس. خبيان ويردوا الجميل تونس هم على الاقل ولا هما توانسه قبل كل شيء. يقول لك احنا توانسه قبل كل شيء معناها انديبوندامون من ولاد المنظومه هذه معناتها ولاد الدوله اللي تبنيت معناتها بايدي ناس ومناضلين ومناضلات. نحب نرجع شويه لزياره ماكرون معاك باش نفهم الاطار نتاع الغرفه واهميه دور الغرفه الاقتصاديه التجاره بين تونس وامريكا. ايمانويل ماكرون وقت جل تونس حكي برشا على الفرنكوفونيه وكانه فما مشكله هنا نتاع حرب قائمه في المنطقه حول الفرنكوفونيه والانجلوساكسونيه وممكن تغول اللغه الانجليزيه وتغول القوى الانجلوساكسونيه كما امريكا وكما بريطانيا وكما معناتها الدول من نوع هذايا. اليوم خايفه فرنسا على مكانها الاستراتيجي في دول كما تونس. واليوم تونس ما زالت تنتظر من الدعم من الاتحاد الاوروبي وتنتظر الدعم من فرنسا وعندها افاق اخرى اللي هي الافاق الامريكيه في المنطقه. ونعرف اللي علاقتنا بامريكا علاقه كبيره وانت قلت شريك مميز تونس لامريكا وفما علاقات تجاريه بين تونس وامريكا. كيفاش نجم احنا نخرج من الازمه هذه ازمه عدم الاستقلاليه بالاتحاد الاوروبي ونستناو في الاتحاد الاوروبي باش يصنفنا معناتها هاو دوله فيها خطر تمويل الارهاب هاو ملاذ ضريبي. اليوم هل اصبح تنويع الاسواق وتنويع العلاقات اليوم ضروره بالنسبه لتونس؟ شوف هو لونجو راهو يفوت تونس شويه يفوت تونس لما حاله. اليوم تونس هي بوابه على افريقيا. النمو نتاع العشرين سنه اللي باش يجيو ماهوش بشجره لا في امريكا لا في لا في لا في اوروبا. دونك النمو الكبير بشجره في افريقيا. اليوم الاكثريه نتاع البلدان في افريقيا تحقق في نمو بزوز اعداد معناها من 10 لفوق. الشركات اللي في اوروبا والشركات اللي في امريكا باش تكمل لاكرواسونس نتاعها يلزمها تلقى اسواق جديده. الاسواق هذو فين باش يلقاهم؟ باش يلقاهم في افريقيا خاطر افريقيا تو قاعده تتبنى. وعلى ذلك ثم كورس من وماراثون لمحل ماراثون. اش فيه الماراثون هذه؟ فيه ثلاثه قوى عظمى. عندك لي زوروبيان عندك لي شينوا وعندك لي امريكان. ونتصور اليوم الزيارات نتاع الرؤساء واصحاب القرار الاوروبيين لتونس سي دون سو كادر لا معناها يحاولوا يخليوا تونس يستعملوها كبوابه غدوه باش يسوقوا المنتوجات نتاعها وباش الشركات نتاعها تكمل النمو. لكن تونس استراتيجيا ما يلزمهاش تتربط بلدان ولا تتربط باوروبا برك. واضح. كيما جرى توا مثلا يجي ويصنفك يقول لك اي انت تمول في الارهاب وينجم يكسر لك الاقتصاد. ما ننساوش اللي الحدود اللي على السود نتاعنا واقفه مع ليبيا معناها اللي كنا نعملوا منها اكثر من 50% من المبادلات التجاريه. دونك كي يجي ويسكر عليك لي فرونتير نور ويقول لك انت ويصنفك اللي انت تدعم في الارهاب استراتيجيكمون يلزمك تلقى كيفاش تخرج. دونك اليوم كري دي مارشي جدد في امريكا ولا في اسيا دو اتر اون فولونتي استراتيجيك نتاع البلاد. وهذاك اش قاعدين نعملوا احنا اليوم في الغرفه نحاولوا نخرجوا شويه من شركاتنا من السوق الامريكانيه نقولوا لهم راه ثم سامحني من الاسواق الاوروبيه نقولوا لهم راه ثم سوق اخرى كبيره فيها 280 مليون كونسوماتور وراه نجموا نعاونوكم باش تمشيوا لغادي.
معناتها اليوم تونس تنجم تستثمر موقعها او موقعها في كبوابه لاوروبا وكبوابه لامريكا، علاش ليه معناتها؟ علاش كان لاوروب معناتها؟ علاش نحن الاتحاد الاوروبي تحتكر في تونس كبواب؟ يعني تونس نجم تخدم مع شنو؟ تخدم مع اسيا، تخدم مع امريكا، وتخدم مع الاتحاد الاوروبي. علاش الاحتكار هذا معناتها؟ وعلاش يفرضوا علينا انه ان نكونوا بوابه الاتحاد الاوروبي؟ سي ناصر، هو ما ثمش فرض، لكن كونتر غيمي 75% من المعاملات نتاعنا مع الاتحاد الاوروبي معناتها. نذكر زاد ثم في تونس 86 شركه امريكانيه موجوده في تونس، اللي هذوما يخدموا في 13000 عبد، استثمروا عمناو 300 مليار. معناها ثم يا اون بريزونس معناها نتاع شركات امريكانيه في تونس، وحنا نحاولوا نقويوها. وانا حبيت من المنبر هذا نحكي لكم على بروجي عملته الغرفه الامريكيه اسمه ليكسبورت لاب. هذا احنا ليكسبورت لاب عندنا ميزانيه فيها 500000 دينار باش نعاونوا 45 شركه تونسيه باش تمشي تبيع المنتوجات نتاعها على السوق الامريكيه. احنا باش نعاونوها مجانا. لي بي ام او تحكي هنا تونس، بي ام او، لي بي ام او تونس. اي فوالا، باش ناخذوا 15 شركه من الديجيتال، باش ناخذوا 15 شركه من اللي عندهم منتوجات في الحي، باش ناخذوا 15 شركه من الصناعات التقليديه. هال 45 شركه هذو باش ندخلوهم في بروجرام طوله 15 شهر. باش نجيب لهم كوتش باش يردهم قادرين باش يبيعوا على السوق الامريكيه. كان عندهم حاجات يلزمهم يحضروهم، كان عندهم دي سيرتيفيكاسيون باش نعاونوهم. من بعد باش نحاولوا نجيبوا لهم كوتش امريكاني ولا بروكر امريكاني اللي مشربتهم شربت البيع والشاري، باش نعملوا لهم ان سيت ويب باش يبيعوا المنتوجات نتاعهم اونليني. مع الدياسبورا التونسيه باش نعملوا لهم دبوات في امريكا، دي زونتربو باش ينجم يبعث السلعه نتاعو وياسوري لا لوجيستيك. غدوه كان جاتو بيع على الانترنت، نعرفوا لي باش تخلط السلعه من تونس لامريكا صعيب برشا. اما مش نخليو له دي ديبو باش ينجم يحط فيهم سلعته. معناها ثم باش نحاولوا هال 45 شركه ريالمون ناخذوهم من تونس ونسيبوهم كي يعمل اول فاتوره نتاع بيع في امريكا. فما سويفي معناتها من اول الفكره الى يتم تنفيذها غادي. اكزاكتومون. دونك وفي اطار تشريعي معناتها فما ديزافونتاج على مستوى التشريعي انه معناتها المستثمرين التوانسه يمشيوا للسوق الامريكيه، وهل السوق الامريكيه منفتحه على المنتوج التونسي؟ شوف وينجم ينافس المنتوج التونسي لبرا معناتها؟ شوف احنا عندنا عوام حابين ناخذوا الاف تي اي، الاف تي اي هو الفري تري اجريمنت مع امريكا، حابين نصحوا هالفري تريد اجريمنت كان يخول لنا باش نبيعوا المنتوجات الكل في امريكا من غير ما نخلصوا الديوانه. ما وصلنا لوش لعده اسباب. في المنطقه اللي السبب الرئيسي اللي الانترلوكيتور نتاعنا تبدل، ما هو جات خرجت الادمينستراسيون نتاع اوباما. جات اداره جديده. وصل. ولذلك خذينا شوي لونتور. اما ثم حاجه اخرى اسمها جي اس بي، هو امريكا خولت البعض المنتوجات التونسيه باش تدخل لامريكا من غير ما تخلص اداء ديواني، بما فيها الزيت وبما فيها البوتري وبما فيها برشا حاجات. دونك نستغلوا هالافونتاج هذا باش لو برودوي تونسي سوا ان بو كومبيتيتيف على المارشي الامريكاني. واضح. دونك تغيير الاداره الامريكيه ممكن قلقنا شويه مع الامن الاخرى مع في علاقتنا التجاريه بامريكا هكا، معناتها كان فما باش تصير ديزافونتاج معناتها على مستوى تشريعي وتجاري. لكن أنا ترامب كي جا معناتها فسد قلت للبيعة. احنا راجعين بعد شوي زادوا نحكيوا على لي بي ام او اللي ماشيين زاد كيف الافريك، وعندكم علاقه كبيره بهم. ناصر الحدوسي مدير اكزابايت ورئيس الغرفه التونسيه الامريكيه للتجاره. راجعين بعد الاخبار. مرحبا بك مره اخرى. وار يو ريدي هو سؤال الشركات التونسيه اللي باش تمشي ومستعده باش تمشي للسوق الامريكيه باش تنفتح على السوق هذايا وتمشي تستثمر غادي وتصدر المنتوجات نتاعها. ونحكيوا على
اكسبورت لاب هذايا البروجرام اللي باش يشجع 45 شركه في ثلاثه قطاعات باش يمشي للسوق يمشيو للسوق الامريكيه. وهذايا تقول انت كمرحله اولى. هذا كمرحله اولى. زاد عندنا بروجرام اخر مع سيبيكس اسمه مع تزيير بلس. وكيف كيف هذا زاد مش ياخذ شركات تونسيه اخرى في عدد مجالات وباش نعاونوهم باش يمشيو ويبيعوا في السوق الامريكيه. وهذه راهو نشاط معناها نشاط الغرفه معنا حتى مزيه. اي ومهم له كادرمون هذايا بما انه التونسي اليوم خايف يمشي للسوق الامريكانيه وحده. معناتها ما عندوش درايه كبيره بها، ما يعرفش شنو هي الاولويات، شنو هي طموحات السوق، شكون اللي في السوق هذه باش تعامل معاهم، واللغه الانجليزيه او الامريكيه. معناتها هذايا قول انت عائق اليوم. نحب ولا نكره اليوم مازلنا متشبثين باللغه الفرنسويه واللغه العربيه، الوغ كو اللغه الانجليزيه اليوم معناتها لغه، معناتها هي لغه التجاره ولغه الاقتصاد ولغه التكنولوجيا نجم نقول. شوف هو صحيح اليوم لغه العلم ولغه التجاره هي الامريكيه اليوم. الفرنساوي كي يعمل بوبليكاسيون سيانتيفيك يترجمها بالانجليز باش ينجم عباد في العالم الكل يقراوها. سيتاني في وانا نتصور نمشي بعيد، كان عندك ولدك علموا اللغه الصينيه والامريكيه، خاطر هذوكم نتصور سي اللغات اللي باش يتخاوا على المبادلات التجاريه في العشرين سنه اللي باش يجيو في المستقبل. نرجعوا لي بروجي هذوما اللي باش يعاونوا الشركات التونسيه. انا نسال روحي، انا عندي شركه تونسيه نحب نبيع في السوق الامريكي، شو لازمني نعمل اليوم؟ كيفاش نجم نشارك في هالمشروع؟ هو ساهل ياسر. عندنا سيت ويب نتاع الغرفه التجاريه الامريكيه بتونس amcham.org.tn. ينجموا يمشيوا له ثم amcham.org.tn اكزاكتومون لي لتر. دونك عندهم فورمولير يعمروه ويبعثوه من هون قبل ما توفى الجمعه، ومش تتلم لجنه ومش تختارها ال 45 شركه. والافونتاج الاولويه باش تعطى للمراه التونسيه. حلو. والجون انتربرونور معناها تشجيع الشباب والنساء الاعمال. اكزاكتومون. في تو في باش نلفا لفيان تو الفليش الكونتخيغ من أمريكا من السوق الأمريكانية إلى تونس ثم أفريقيا. مدى أهمية أنه السوق الأمريكانية تنفتح على السوق التونسية والسوق الأفريقية من بعد؟ شوف بما أنه إحنا تونس عملت دي تريتي مع كوميونيتي الأفريكان هكا ولا سي دي أو اللي في ليبر شانج مع مجموعة الدول الأفريقية غرب القارة. صحيح. ثم خبر تعدى مر الكرام وثم برشا عباد ما تعطوش أهمية اللي تونس ولات مومبر نون فوتون في السي دي او. شنو هو السي دي او؟ السي دي او هي لا كوميونيتي اوروبيان افريكان دي بيي دو لافريك دو لويست. اللي هي تجمع البلدان الافريقية اللي عندها أكثر نمو اليوم. وهالتصنيف الجديد نتاع تونس الكرسي اللي عطاوهولنا باش يخليونا نبيعوا المنتوجات التونسيه في الاسواق هذيك من غير ما نخلصوا ديوان. قبل كنا نحكيوا على تونس بوابه افريقيا، توا ولينا بوابه افريقيا بالحق. بالاكور هذا. هذا باش يولي يستقطب اكثر مستثمرين حتى الشركات الامريكيه، على خاطر باش يوليو يحسبوهم. باش يقول لك انا كان باش نمشي ساعه واحده ونبيع باش نخلص ديوانة على المنتوج نتاعي. كي مش نحط بيرو في تونس ومش نبيع اترافير تونس، أول حاجة مش نلقى يد عاملة متكونة تحكي الإنجليزية، عندها معرفة بالسوق الإفريقية وعندها علاقة قديمة بالسوق الإفريقية، والمنتوج نتاعي باش نبيعه من غير ما نخلص ديوانة. توا ولا عندنا سكون أبل سيلينج سبيتش، عندنا ديزارجيومون اكثر باش نستقطبوا الشركات الامريكانيه. واضح. باش نقاط قوه معناتها. اكزاكتومون. وعلى ذكر ثمره عدد شركات امريكيه اليوم من تونس قاعده تبيع في على ليبيا وعلى الجزائر لعده اسباب. تقول لك نخلي معناها جماعتي اللي يخدموا عندي في تونس اضمن واقل خطر من اللي اليوم نحطهم في ليبيا ولا نكري لهم في ليبيا. أي. ولا نحل لهم فرع في ليبيا. جبت لي موضوع ليبيا، موضوع مهم اليوم. يقول لك الحرب بالاعمار
في ليبيا بدات، ودول العالم الكل قاعدين متوجهين الانظار نتاعهم الى ليبيا والعمار في ليبيا. تركيا تحب تعمر، فرنسا تحب تعمر، ايطاليا تحب تعمر ليبيا، وامريكا بيان ايفيدامون عندها الحق والمشروعيه انها تدخل في الحرب هذه نتاع الاعمار. هنا تونس كيفاش تحب لازم تلعب اللعبه، كيفاش تلعب الورق نتاعها اليوم وهي جاره ليبيا، واحنا عندنا علاقات تاريخيه بليبيا وحتى علاقات تجاريه واقتصاديه وحتى استثماريه من حيث لي سيرفيس من الخدمات. احنا قبل ما تصير اللي صار في ليبيا كنا نحن نسديو الخدمات الى ليبيا ويجيونا لهنا باش نعطيهم خدماتنا الصحيه واللي تحب انت. مانت نذكر اللي راهو يجيونا في العام 1.5 مليون ليبي، ونذكر اللي عندك النص لوتاني بتاع تونس معناها البارتي من السنتر والسود كانوا عايشين من المعاملات مع ليبيا. معناها راهو سلامة ليبيا وأمن ليبيا سون استراتيجيك لنا احنا. واضح. واحنا نتصور اللي حل المشكلة الليبية راهو مش يتعدى، يلزم يتعدى من تونس، حاولوا يعديوها على فرنسا وأمريكا وما نجحوش. ان شاء الله الأخوة الليبيين معناها في ساعة يعاود ترجع لهم الأمن والاستقرار في بلادهم، وان شاء الله تكون تونس عضو فاعل باش نرجعوا الامن والاستقرار في ليبيا. البوست استقرار تو اعطينا البوست معناتها الاعمار، هل احنا نجموا عنا باي فيه ولا من الاخر؟ معناتها الكل كل يوم تفك لنا الباي نتاعنا، الدور التونسي في الاعمار. الكل كل يوم تفك، صحيح الكلام هذا؟ شوف هو الاعمار ما بداش، هو الاعمار ساعه ما يبدا الا ما ثم استقرار. على خاطر في المستقبل نحكي الاستثمار اللي زبي سي نتاعو هو الاستقرار. انا ما نحطش فلوس اذا مع اذا الدنيا خايضه. وقتاش باش ترجع المكانه نتاعنا في ليبيا؟ اذا نكونوا فاعلين في الحوار الليبي ليبي، واذا تونس تنجم تلعب دور باش تقرب الزوز اعضاء اللي متخالفين في ليبيا، وقتها نتصور يكون عندنا اكثر لعب اكثر دور باش نعاودوا نبنيو ليبيا. معناها يلزم نحضروا له من تو، وانديبوندامون ملي شنو الشجره في ليبيا راهو سي مارشي ناتوريل نتاع تونس. معناها باش يجينا شويه طش باش نبنيو من حيث اليد العامله والشركات المتوسطه والصغيره، معناتها اللي تنجم تمشي لغادي باش تعمل الاعمار نجم نقول. باش تاخذ اكزومبل سامبل، انت غدوه باش تبني كياسات حاجتك بسيمان وحديد، يا باش تدخلهم من تونس وباش تكلفوا لك الخاص، ولا باش تجيبهم البطوات من اوروبا ومالطا، والا تكري شركه اجنبيه تكري في تونس مساحه وتعمل فيها شركه وتعطيها وتصدر لها معناتها المواد. معناها وهذا اللي حبوا يعملوه بون كيلكو اوم دافير. معناها غدوه رانا نحب ولا ما نحبوش باش نكونوا عندنا، باش يكون عندنا دور فاعل باش نعاودوا نبنيو ليبيا. معناها احنا سا ديبون دو نو كيفاش باش نستثمروا هذيك، يا باش نبنيو شويه ولا باش نبنيو برشا. لكن هذا مهم الاقتصاد نتاعنا اليوم معناتها، ومعناتها الغرفه التونسيه الامريكيه للتجاره عندها دور كبير هنا نجم نقول. نمشي اكثر اليوم ثم حتى غرفه امريكيه بليبيا ما زالت كي حلت. اش معناها؟ معناها هذا سي تنسي راهو الحل نتاع الازمه الليبيه قريب. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون ربي قدرنا باش نجيبوا شركه امريكيه باش تستقر بتونس تخدم التوانسه ومع بعضنا نمشيو للمارشي الليبي. تخي بيان، هذا لوبجيكتيف معناتها اليوم. خلينا ناخذ تو ليكزامبل، ليكزامبل ميور اكزامبل معناتها للخدمات اللي ممكن نصدروها لافريك. اكسابايت نحكيو على برودوي جديد اسمه نت بوكس. نت بوكس هذايا برودوي جديد تم تفعيله واستثماره في بالتحديد في الكوت ديفوار، وتم بيعه وتسويقه غادي في مرحله اولى، ثم في جانفي بدا التسويق نتاعو في تونس. حكينا عليه هذايا النت بوكس. النت بوكس شنو هذا؟ هذا سي ان اباري تحطه تركبه في التلفزه نتاعك. الاباري هذا كونيكتي على الانترنت بالواي فاي. فيه قلب اندرويد من داخل، دونك لي بروغرام اندرويد اللي تنجم تحطهم في تليفونك اليوم تنجم تحطهم على التلفزه نتاعك. اش معناها؟ معناتها من غير ما تشري تلفزه سمارت،
من غير ما تشري سمارت، تشري تلفزه ماهيش ذكيه وتزيدها ذكيه بالنت بوكس. دونك وحتى التلفزه ذكيه ليميتي ما تنجمش تحط فيها ليزابليكاسيون عليهم الكل. الور بالنت بوكس هذا التلفزه اللي ماهيش ذكيه باش تردها ذكيه. اما باش تعطيك اكسي للزوز فاصل 5 مليون ابليكاسيون على الاندرويد. معناها اللي حاب يلعب اللي عنده لعبه ينجم يستعمل هالنت بوكس كوم اون بلاتفورم دو جو. المراه الطيب وتحب امك سنافه على التلفزه تنجم تحط الابليكاسيون امك سنافه على التلفزه. اللي يحب يتفرج اي ابليكاسيون موجوده معناتها من عند اكزابايت ستور. اكزاكتومون تنجم تحط الاي بي تي في تتفرج في الافلام. معناها تري بيان. وحتى او نيفو بروسيدور نحكيو على كونترا واحد زدنا سهل مش دو كونترا اللي هذاك يصعب شويه العمليه. معناتها شوف العباد فدت اللي عندها هاو جاها فاتوره من عند ليفيسي، اربع فاتورات من عند لوبيراتور، الدات دو فان تاع الكونترا مع ليفيسي مشيه بيدها مع اتصالات تونس. دونك اليوم لو كليون يحب لا سامبليسيتي. دونك عملنا له ان سول كونترا ان سول فيزافي. كي عنده مشكله مش مره يمشي لاتصالات تونس ومره يمشي لاكزابايت، ان سول فيزافي تكنيك. وحطينا النت بوكس دون سو كادر لا، معناها ان سول باك اللي عندك فيه الانترنت والتلفزه والافلام. سي بيرسوناليزي معناتها تنجم تزيد حاجات تنقص حاجات اللي تحب. هو النت بوكس يجي فيه اون فانتين دابليكاسيون. اما بعد كل واحد وذوق نتاعو. لابونمون اللي هو معناتها ما يفوتش 30 دينار بار مون. كيف كيف سهلناها زاد لابونمون، معناها دينار في النهار 30 دينار في الشهر اي سان كومبورت في تو لي فري. اي سي ايليميتي. بالطبيعة إليميتي. اليوم ما عادش نجموا نبيعوا دي باك ليميتي على خاطر اليوزاج تاع الانترنت تبدل. شفتوا مع 4G ومع دي بي عالي. اكزاكتومون. المعلومة ولات تتعدى بالتصويرة وبالفيلم، ما عادش تتعدى بالتكست. والتصويرة والفيلم كونسوماتور كبار نتاع بوند باسونت. دونك اليوم فوندر دي زاكسي limité dans le volume ne vont pas vraiment avec le mais tu marches مع التكنولوجيا الجديده والسرعه حتى كيف كيف والكاليتي بري بري والكاليتي voilà في كوت ديفوار لقى رواج البرودوي هذا ولا اي نخدموا مع شركه كبيره مع مزود اتصالات كبير في الكوت ديفوار اللي هو اختار باش مع كل ابونمون فيبر اوبتيك يحط البواتي التونسي. ونحاولوا كما ترقبتوا ولا اكثر من اللي ترقبتوه الرواج نتاع النت بوكس؟ شوف اكثر شويه من اللي اكثر شويه لقى رواج معناتها اليوم. صحيح. وهذا مهم جدا ونحييوها انه شركه معناتها في تونس تستثمر في الافريك وتقدم في خدمات الكترونيه من نوع هذا. دونك برامجيه زاد كيف معناتها ولا نشجعوا عليه بيان سور. ان شاء الله نلقاو اكثر من الكوت ديفوار نمشيو للدول الاخرى معناتها في الافريك. شوف والله ان شاء الله على خاطر السوق التونسيه نقول لهم السوق التونسيه كيما بيسين. وبيسين فيها كعبات حوت واوتور دو لا بيسين عندك صياد. الحوت عنده ان سيكل دو في اللي يزيد فيه حوتها ما تنجمش تبيض مره كل يوم. والصياده يمشيوا يكثر. ثم اللي يصطاد في الليل، ثم اللي يصطاد بالسرقه، ثم واليوم لا كيستيون كي سو بوز هكا باش تقعد تصطاد في البيسين هذيك ولا باش تمشي لوسيون بحذاك؟ فوالا كيستيون تاع بريفيزيون تاع زاد كيف تاع استشراف للمستقبل. معناتها وين نحب نوصل انا؟ وين نجم نوصل؟ هذا يطلب ساعه كفاءات ويطلب كاليتي، خاطر اذا كان نت بوكس ماهوش دو كاليتي ما ينجحش راهو في تونس لا برا. صحيح. واليوم معناتها في السوق التونسيه باقي رواج النت بوكس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلقى رواج اللي سورتو مع التكنولوجيا الجديده نتاع سمارت تي في هذايا باش تسهل برشا حاجات معناتها على مستوى كيما قلت المرئيات والسمعيات والبرمجيات معناتها تكون متوفره على التلفزه. دونك حاجه باهيه بقلصو. لابيتود نتاع الانترنت قاعده تتبدل. واحنا حاولنا باش نتبدلوا معها تواكبوا يعني تو سامبلومون. سيدي شكرا لك نصر الحيدوسي بريزيدون اكزابايت ورئيس الغرفه التونسيه الامريكيه للتجاره. خليك مود لافان.
شنقول لك ربي قدرنا باش نعاونوا هالبلاد وتحيا تونس. شكرا ليك يعطيك الصحة. هكا كنا وصلنا للماتينال اخر ماتينال نتاعنا، غدا نتقابلوا في ماتينال جديدة. شهية طيبة للجميع. كابافان الكلمة ليك.